توتر، ضغطك عالي، ضربات قلب سريعه، حاسس انك بتموت. وفعلا كان ناس كتير قوي بتموت بالطريقه دي زمان. ميزتها ان محدش ابدا في الطب الشرعي قدر انه يثبت ان سبب الموت هو قله النوم. عيش مني يا نوح، ما تموتني وتخلص بقى ونخلص كلنا. ايه 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 بتقول ايه؟ موتني. انت ما تستاهلش حتى انك تموت. معلش يا خديجة، آسف على المنظر اللي انت شايفينه. انت عارفة خطاب؟ خطاب دراعي اليمين اللي واقف ورايا ده، انا قطعت له لسانه زمان. عارفة ليه؟ ليه يا نوح؟ عشان فكر انه ممكن يلعب من ورايا. بصراحه كانت فرصته الاولى وخد جزاؤه، بس للامانه من ساعتها هو محافظ جدا على فرصته التانيه، لانه عارف انها هتكون الاخيره. سيف، طبعا انا مش محتاج اعرفك بخديجه. خديجه مرات توحيد، الراجل اللي ضحيت بيه علشان تخلص منه يا سيف. ومني انا كمان. انا كنت جايبك عشان تفرحي باللي بيحصل في سيف، بس مزاجي اتغير فجاه. ليه مزاجك اتغير؟ ليه يا نوح؟ انا مش فاهمة تقصد ايه. انا ماليش دعوة خالص بسقف. انا جيت لك وطلبت منك ان انا اشتغل معاك. انا ماليش دعوة. في ناس عقابها الوحيد انها تتقتل عشان ما تكررش غلطها تاني. عاوزني اعمل ايه؟ تقتليه. نعم، ما اقدرش يا نوح. حقك، اوعي تفتكر ان انا جايبك هنا عشان اجبرك على حاجه إطلاق. بس في نقطة عايزك تعرفيها. انتي يا هتطلعي من هنا يا هتموتوا انتوا الاتنين. ما بعرفش امسك مسدسك. ما بعرفش. لو ما بتعرفيش سهلة. هاتي ايدك، امسكي كده كويس. فرغي المسدس ليه يا خديجة وخد افطارك. دفي. لا يا نو. انا هعرف انشن لك. لا يا نو. لا 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 يا خديجة. دلوقتي تقدر تدوس. لا يا خديجة. لا يا نو. بس برافو عليك. لا مات. لا 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 لا, لا.
لا نورت بيتك يا طنط. والله كنت عارفه ان قلبك طيب، مش هنهون عليكي تسيبينا لوحدنا. انتوا فعلا ما تهونوش عليا يا رؤية، انا كنت ماشيه وزعلانه اني هسيبكم. وبعدين بقى احنا يعني قلبها دراما ولا ايه؟ انا بقول بقى احنا لازم نحتفل بالمناسبه السعيده دي. انا عن نفسي هحتفل انا وحبيبتي على طريقتنا. حبيبي طب واحنا بقى مش هنحتفل؟ اسمع يا عمار، اسمع يا رؤية، انا نويت اتبنى طفل، هكفله في البيت هنا يعني، ومريم هي اللي هترعاه وتاخد بالها منه وهتعامله زي امه بالظبط. مبروك يا طنط، والله فرحتلك، وهنبقى امهات زي بعض ونربي عيالنا سوا. اسمع من بقك ربنا. طب يلا بينا بقى عشان نفتح النت ونشوف هنجيب ايه. الله صحيح يا عمي، احنا هنسميه ايه؟ لا مسألة الاسم دي بقى زي ما مريم تختار. انا بحبك قوي يا سليم، ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. ولا يحرمني منك انت كمان يا حبيبتي. حبيبي طب يلا بقى عشان ورانا حاجات نعملها. قلبت وشك ليه يا لا مفيش، بس هو عادي يعني ان اعرف ان ابويا هيتبنى طفل فجأة كده وكأني تحصيل حاصل. طب وانت ايه اللي مزعلك؟ ولا تكونش فاكر يا عمار ان انا لسه محتاج اخلف عيال؟ لا يا حبيبي، أنا إن كان عليا خلاص ربنا كرمني والماضي انتهى وإنت رجعت لحضني، ما بقتش محتاج حاجة تانية في الدنيا دي. أمال إيه السبب؟ عاطفة مثلا؟ طب إنت كان ممكن تعطف عليه في الملجأ، إنت كان ممكن تشتري الملجأ، ليه تجيبه يتربى معانا هنا؟ عشان الغلبانة دي. دي يا ابني ملهاش ذنب انها تقعد مستنياني العمر ده كله، وبعد ما تفوتها فرصة الأمومة أحرمها من أمنيتها دي؟ تعرف يعني إيه؟ تجيب طفل مش من دمك، ياخد من عاطفك، يتربى في حضنه، يعيش معاك طفولة. كان المفروض أنا عايشها معاك. يا نور، كنت عايز تعيش معايا طفولتك يا عمار. معلش معلش يا ابني، يظهر ان الزمن ده ألاعيبه ما بتنتهيش، واديك شايف اهو ابوك ما فيش في ايده حاجة. بارك يا عمار، بارك يا ابني، عشان ده خير، خير كبير قوي. ويا عالم، مش يمكن واحد زي اللي هنتبناه ده هو اللي يقف في ظهر ابنك؟ هيفضل اسمك ابو عمار برضه؟ طبعا طبعا يا عمار. طبعا يا عمار، طبعا. Thank you.
والله يا احي انا كان نفسي تكون معانا في يوم زي ده. انت مش مجرد كبير عيلتنا، انت اخويا الكبير. الف مليون مبروك يا عز، ربنا يتمم لك على خير يا حبيبي. انا والله كمان كان نفسي اكون موجود معاك. وبعدين يا عم انت فرحت كأن انا فرحت بالظبط. انا بقدر موقفك وعارف اللي فيها. بس بص بقى، عاوز اقولك على حاجه عشان يعني ما ابتديش حياتي وفيها ديول. يارا دي هتبقى مراتي وماجي حماتي. بص يا عز، انا ما عنديش مشاكل ولا مع يارا ولا مع ام يارا. وانت بس فاهم ماجي هانم انها لعبت بالنار. وانا بالنسبه لي يا عم الشغل حاجه والنسب حاجه تانيه خالص. ماشي يا يحيى، بس انا عاوزك تاخد بالك من حاجه. القصر في حاجه كده مش مظبوطه بتحصل اليومين دول، وانت بقالك كذا يوم ما جيتش. حاجه مش مظبوطه ازاي يعني؟ ياسمين سالتني كذا سؤال كده يوم علاقه بارض الاسماعيليه والازمه والفلوس، واضح انها شاكه في حاجه. سيبها على الله، انا عندي ردود لكل حاجه. وانت راجلش كده وروق نفسك عريس، لو احتجت اي حاجه كلمني. ماشي، الف مبروك عز. الله يبارك فيك يا اخويا. الف بركه حبيبي. وبعدين خلي بالك كلكم معزومين عندي بعد الخطوبه، انا عايز الدنيا تنور بيكم باذن الله. اشوفك على خير. سلام يا حبيبي. يحيى لو فضل على كرسي الكبير هنرجع تاني للايام السوداء، وذنب العيله كلها هيبقى في رقبتك انت يا حسن. ياسمين على فكره الموضوع اكبر من ان احنا نقعد نرمي همومنا على بعض. انا موجود معاكم وهم بقول ان انا ساعتها غلطت. ما كنتش متوقع ابدا ان يحيى